وضع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عينه على نظيره الإسباني برشلونة لترميم الصفوف في الموسم المقبل. ويدرك أثرياء باريس حاجة النادي لتدعيم عدة مراكز في الفريق وعلى رأسها خانة حارس المرمى، لذلك يفكر جديا في ضم نجم برشلونة مارك أندري تير شتيجين. وذكرت شبكة دياريو جول الإسبانية أن النادي الباريسي يخطط لتقدم بعرض تصل قيمته إلى 100 مليون يورو في الميركاتو الصيفي المقبل لضم الحارس الألماني. وأشارت الشبكة إلى أن ليونيل ميسي نجم برشلونة علم بتحذيرات ونية الفريق الباريسي لضم شتيجين وجعله أغلى حارس في تاريخ كرة القدم. ويرتبط شتيجين بعقد مع الباريسان يصل لخط النهاية في 2022، ولن يتركه الباريسا بأقل من 180 مليون يورو.